بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. قد أضحى فرعون في ورطة كبيرة وحيرة عظيمة، لأن هذين الشقيقين موسى وهارون صار عليهما السلام مصدر إزعاج كبير لفرعون، وأصبحت كل كلمة من النبيين الكريمين تهز عرش فرعون وتشوش على أتباعه وتهز ثقتهم فيه. دخل سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليه السلام قصر فرعون، دخل أعزلان بلا سلاح ولا حرس ولا أي شيء، ليس هناك إلا عصا موسى عليه السلام. وبالرغم من ذلك إلا إن فرعون عجز إنه يسكت أن يسكت موسى أو يسكت هارون، وعجز فرعون إنه يصرف موسى وهارون عما أرسل به. ومن شدة قلق فرعون أصبح يعني يدير حوار مع نفسه ليصل إلى حل لهذه المشكلة التي أصبحت تطبق على نفسه، والتي صارت له فجأة بين عشية وضحى. فتساءل فرعون مع نفسه، ما الذي أعجزني عن إسكاتهما وردعهما؟ فانتهى إلى أن نفسه أخبرته بأنه السحر. إن موسى هكذا قال فرعون لنفسه وأملت نفسه عليه، إن موسى ده ساحر كبير ولا يقهر السحر إلا بالسحر. فرجع تاني يقول لقومه مجددا عشان يحث القوم على إنهم يعنوا يتخذوا قرار أو يعنوا برأي خرجوا من الورطة الكبيرة اللي بقى فيها. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ حرض فرعون قومه على موسى بهذا القول الخبيث اللي قلنا قبل كده إنه هذا القول
يعلم فرعون جيدا أن هذا القول حيؤدي إلى أن يثور القوم خشية وخوف على أرضهم مصر. والمسألة دي زي ما قلنا مسألة دقيقة للمصريين، فأشاروا على فرعون بأنه يؤخر أمر هذين الرجلين اللي هم موسى وهارون، يعني أنه ما ياخدش قرار، ما يتعجلش بقرار دلوقتي. قالوا له زي ما حكى القرآن الكريم، قالوا أرجه وأخاه، ما تتسرعش بقرار، انتظر شوي حتى يجمع السحرة. واقترحوا عليه كمان كما ذكر لنا القرآن الكريم، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. واعتقدوا أنهم إذا واجهوا موسى بالسحر، يعني واجهوه بسحر مثل ما اعتقدوا أن موسى اللي معاه ده سحر مش آيات ومعجزات، أن هيكون وأن يكون ده المواجهة دي من مجموعة عظيمة من السحرة، وأن هم يتغلبوا عليه، بعد كده مش هيبقى له أثر ويبطلوا ما جاء به، يعني هكذا ظنوا واعتقدوا. وبالفعل أرسل فرعون في طلب موسى، ولما جاءه موسى قال له فرعون كما قص علينا القرآن الكريم، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. اتهم فرعون موسى بأمرين أخطر من بعض. أول، عشان طبعا يحرض القوم على سيدنا موسى، اتهموا بأنه يريد أنه هو يخرجهم من مصر وأنه يحتل الأرض بالسحر. والحق أن سيدنا موسى لا يريد إلا إخراج قومه من بني إسرائيل، يخرجهم من عبودية فرعون وإذلاله وظلمه ليهم، وكمان يقدر أو يقدروا بني إسرائيل أن هم يتحركوا بحرية مع نبيهم موسى. يبدو أنه فرعون كان عامل لهم زي إقامة جبرية، ما حدش يتحرك ولا يروح ولا يجي من بني إسرائيل، وبيستعملهم وبيستخدمهم وبيستعبدهم وكل شيء. فسيدنا موسى عايز يحررهم من فرعون ويخرج بيهم، وكان ده طلب سيدنا موسى من فرعون في أول لقاء كان ما بينهم. فقال له هو وهارون عليهما السلام كما ذكر ذلك لنا القرآن الكريم، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه. والاتهام الثاني الخطير اللي اتهموا فرعون لسيدنا موسى، إنه اتهموا بإنه ساحر، اتهموا بالسحر عشان يوهم الناس بإنه موسى ده ساحر، يعني مش نبي مرسل، وإنه لم يرسله الله سبحانه وتعالى، وإنه ما يظهر على يد موسى من هذه الأمور الخارقة ليست بمعجزات ولا آيات، إنما ده من السحر، لأنه ده ساحر عليم زي ما وصفه وحاشاه عليه السلام. وطلب فرعون من موسى إنه يحدد ليهم وقت للاجتماع أو للقاء، ويكون لقاء كبير، على إنه لا يخلف أي منهم الموعد المحدد. والحقيقة إن فرعون المكذب بنبوة موسى لم يكن يشعر من ظلام قلبه أنه يعد فخا لنفسه بيديه. مش بيعد الفخ ده لسيدنا موسى، لا، ده هو بيعده لنفسه كما ظن هو وحاشيته. وذلك لما قال فرعون لموسى فلنأتينك بسحر مثله، وطلب منه وقال له فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فترك فرعون لموسى تحديد يوم وساعة اللقاء المرتقب ده. ففكر سيدنا موسى بروية وتروي، واختار يوم محدد، لكن مش يوم عادي في حياة المصريين، يوم مشهور من أيام المصريين، وكان عيد معروف ليهم، وهو يوم بيتزينون به، وحدد لهم كمان موسى ساعة اللقاء، وهي ضحى ذلك اليوم، يوم الزينة. وكان المصريون يلبسون في هذا اليوم أحلى أنواع الملابس والثياب، ويتجملوا بأرقى وأجمل أنواع الزينة، لأنه اليوم ده كان عند المصريين من أعظم أعيادهم.
فقال موسى لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يبقى اليوم بتاعنا، يعني حدد موسى ذلك اليوم وتلكم الساعة وقتا للمبارزة والتحدي عشان يظهر الحق ويزهق الباطل أمام الناس الحاضرين جميعا، ويشيع كمان ده في كل مكان بظهور معجزته للناس. ثم خرج موسى من قصر فرعون وكل ثقة بنصر الله تعالى. خرج من قصر فرعون وكان أمام فرعون يكثر من ذكر ربه ذكرا كثيرا، وأثناء خروجه يكثر من ذكر ربه ذكرا كثيرا امتثالا لأمر ربه ولا تنيا في ذكري، وكان الأمر لسيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. أما فرعون انصرف بقى عازم على إنه يجمع السحر، وأرسل في جميع المدائن المصرية ليأتوا بالسحرة من كل مكان في مصر، فجاءوا بجمهور عظيم من السحرة. قال الله تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني هم كانوا واثقين كده من نفسهم وبيسألوا فرعون عن العطاء اللي حيديه لهم أو اللي حيصرفوا ليهم حينما يغلبون أو يتغلبوا على موسى، قائلين له: هل تكرمنا بالمال والأجر الجزيل؟ فأجابهم فرعون قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. مش بس هديكوا عطايا وأموال، ده انتوا كمان هتكونوا أصحاب مكانة وقدر عندي. وهكذا اجتمع السحرة عند فرعون، وكانوا حوالي 72 ساحر، مع كل ساحر منهم حبال وعصي وأدوات. وأقام ليهم فرعون الولائم، وأعد ليهم كل حاجة هم يطمحوا إليها وكل حاجة هم بيطلبوه. كل ده كان استعداد للقاء موسى يوم الزينة، ظانين جميعاً حتمية الفوز على موسى عليه السلام. ولكن الله تعالى ناصر عبديه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا سيدنا محمد الصلاة والسلام. وصدق الله تعالى القائل: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.